الأحوال خلونا بقى يعني نكمل كلامنا عن كرة القدم العالمية. وطبعا الملايين في مصر وفي العالم العربي كلهم كانوا بيتابعوا امبارح ماتش ريال مدريد وبرشلونة، طبعا في الكلاسيكو الأشهر في العالم اللي فاز فيه النادي الملكي على البارسا بنتيجة 3-1. وخلونا نقول ونأكد ان الحقيقة خبرة أنشيلوتي هذا المدير الفني المخضرم للريال تفوقت الى حد بعيد على تكتيك تشافي مدرب البارسا الواعد، وشفنا ده من خلال السيطرة الشبه كاملة على اللقاء وعلى كل مجريات الأمور، وطبعا التمريرات الساحرة والجمل الهجومية اللي قدمها ريال مدريد. كان ماتش تقطيع امبارح بالمعنى الحرفي الحقيقي. بص، الدوري الاسباني مش من افضل الدوريات طبعا ولا اقواهم، بس في نفس الوقت انت لما برشلونه كان بيلعب من موسمين ثلاثه كده كنت بتبقى خلاص يعني انت ضامن المباراه وعارف برشلونه رايح فين ومطمن الى حد ما. لكن طبعا من خلال موسمين والمشاكل الكثيره اللي عدت بيها برشلونه والازمات الماليه والماركاتو ورحيل ميسي، كل ده اثر الى حد كبير طبعا. ولحد دلوقتي برشلونه زي ما حضراتكم عارفين اكيد لم يستعيد يعني الصداره او مكانته مره ثانيه على الساحه او حتى في الدوري الاسباني اللي هو المفروض بالنسبه لبرشلونه كان من اسهل يعني الامور يعني على كل حال. او البطولات ريال مدريد لو احنا هنتكلم عنها تحديدا طبعا هي في المركز الاول في الدوري الاسباني وبرشلونه في المركز الثاني، ده معناه برضو يا كريم ان انت لسه في امل في يعني تنافسيه هتحصل. بس أكيد. هل برشلونه برضو هو اللي بيلعب اللي احنا نعرفه؟ اكيد لا، واللي اتفرج على الماتش امبارح ياكد ده طبعا. لا طبعا دي مش ده مش الفريق، لا ده مش الفريق طبعا.